ولاد طلعوا كلهم عريانين من الطينة وحافين. أهل الخير أعطوني يعني أتغبس ولادي فيهم وأتغبست مواعي منهم، خلي أعطوني شباشب مهرية شوية بس مشيت حالي فيهم، يعيطوا ولادي من الإقزاز من الطريق. احنا لاحظنا انه الناس معاناة في الحرب، انه فيش عندها شباشب، فيش عندها صنادل، ولا في عندها بوات تلبس. صار النازح انه والله عزك يمسك البوش شك شبهاب يمزع يرميه، صرنا نشتغل هذه الشغلة بمعاناة ونمسك للنازح نمشيله يعني شبشبه اقل ما فيها باقل من الامكانيات الضعيفة، فيش كهرب فيش شيء، صرنا يعني يدوي شغل يدوي، وهذا الشغل من تعرف بطول وبعمل وبغلب وشد حبال وامسك حبل عبال ما نمشي اموري. اليوم احنا من خيط عيدنا فيش كهرباء ولا في مكان، كله خياط على الايد يعني. واليوم الصندل بجيب لك اياه الزبون كله يعني مقطع، وبنحاول يعني نخدمه.